نرحب أيضا بالحكم من المغرب حكم تحت تدريب طه الخدري. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. Ladies and gentlemen, we're ready to welcome our participant in class 4A. Let them in. Good luck. رحب بالأمهار ونتمنى للجميع التوفيق. ثمانية من الأمهار بعمر السنة نستقبلها الآن في أرض الميدان في أولى فئات اليوم، وننتهز الفرصة لشكر اللجنة المنظمة لهذا المهرجان، رئيس اللجنة المنظمة السيد عيسى المهندي ونائب رئيس اللجنة المنظمة سيد علي يوسف الميحي. الشكر موصول لمدير البطولة سيد ماجد ناصر الكعبي، وأيضا للسيد نائب مدير البطولة سيد سعد علي الكبيسي. نوصل الشكر للسيدة لطيفة العامري، سارة الكواري، سيد عمران الدرويش، سيدة نوف السويدي، السيد محمد الخليفة، سيد جابر المري، السيد أحمد يعقوب، السيد غسان منصور. كل هذه الجهود كانت تقف أمام
ترتيب وتنظيم هذه البطولة، البطولة الأولى لجمال الخيل العربية الأصيلة الإنتاج المحلي. ثمانية أمهار غادروا أرض الميدان، نستعد ونستقبل أول المتسابقين. We have a total of 8 yearling colts in this class. Wishing them all the best of luck and also for the honors. Ready now to start with the first colt in class 4A. The first one, please. على أرض الميدان أول الأمهار المتنافسين للجولة 4B، كان لدينا 11 متنافس، عفواً 4A، كان لدينا 11 متنافس، انسحب ثلاثة وتبقى لدينا ثمانية. In the arena we have our first yearling colts for class 4A. Initially we had 11 contestants, three have withdrawn, leaving us with a total of 8. انتهى المر رقم 69. Thank you. Call number 69 and we can have the next. المهر التالي.
اوكي انا هذا المهر يغادر الميدان. Thank you. Call number 70 is done and we're ready for another participant. المهر التالي. والآن مع أول نتائج الأمهار، المهر رقم 69 فهد الأسرية للمالك فهد الأسرية. الهوية العربية 19-18.5 أربع مرات 19-18.5 الرأس والعنق 19-18.5 19-18.5 أربع مرات. الجسم والانسياب العلوي 18-17.5 خمس مرات 18. القوائم 15-15-15-15-15-15 ثلاث مرات. الحركة 19-18.5 إجمالي النقاط 88.80. نتيجة المهر رقم 69 كانت 88.80. ننتقل خلال لحظات لنتيجة المهر رقم 70 وهو جسور الخيسة من الأبكافالي ومن بي اتش دافينشي سويت هارت للمالك المربي السيد غانم مبارك الكواري من قطر. الهوية العربية لهذا المهر 19.5 مرتين 19-19.5 19-19.5 الرأس والعنق 19-19.5 19-19.5 مرتين 19-19.5 الجسم وخط الظهر 18-18.5 18 مرتين 18-18.5 18 18.5 خوائم 16-15.5 16-16.5 مرتين 15.5 الحركة 19
مرتين 18:30 مرتين 19:18 19 مجموع جسور رخيصة 91.60 91.60 for call number 17 جسور رخيصة owned and bred by Mr. غانم مبارك الكواري. غادرنا هذا المهر ونستعد لاستقبال المهر التالي. 72 is done. Thank you. Next called. إذن تنويه للحضور الكرام أن المهر رقم 69 في هذا الأسرية هو من إنتاج الأسرية وللمالك مربط الوصايف. نذكر بأن في هذا الأسرية هو للمالك مربط الوصايف. أما بالنسبة لنتيجة المهر رقم 71 رهيف الناصر لمربط الناصر هي كالتالي: الهوية العربية 19 3 مرات 19.5 19 مرتين 19.5، الرأس والعنق 19 4 مرات 19.5 مرتين 19، الجسم والانسياب العلوي 18 17.5 مرتين 18 مرتين 17.5 18، القوائم 15.5 4 مرات 16 15 و16 ثانية، الحركة 18.5 19 18 19 مرتين 18.5 19. إجمالي النقاط رهيف الناصر لمربط الناصر هي 90.40 نقطة من 100. And now with the total score of cult number 71 رهيف الناصر owned by الناصر stud, it's 90.40 out of 100. Call number 73, thank you. نغادر هذا المهر ونستقبل الآخر. Ready for the next.
نعود ونتعرف على نتيجة دمور رقم 72 وهو عساف الجزيل من الأب RF I فريد، الأم بيلا رومانتيكا جي أي، للمالك سيد حسين عبد الحميد الأنصاري. الهوية العربية والنوع 18.5 18.5 19.5 18.5. الرأس والعنق 4 مرات 18.5 19 18.5 18.5. جسم خط الظهر 18.5 3 مرات 18 مرتين 18.5. القوائم قوام 18 16 15.5 3 مرات 15 15.5. الحركة 18 17.5 18 18.5 19 18.5 مرتين. مجموعة عساف الجزيل 89.30 total of 89.30 for cold number 72 عساف الجزيل. Cold number 74 is leaving and we're ready for the next. المهر التالي نتيجة المهر رقم 73 فواز الريح لمربط الريح هي كالتالي: الهوية العربية 19 4 مرات 19.5 19 مرتين. الرأس والعنق 18.5 3 مرات 19 مرتين 18.5 19. الجسم والانسياب العلوي 18 4 مرات 18.5 مرتين 18. القوائم 15.5 16 15.5 16 15.5 15. الحركة 19.5 19.5 19.5 19.5 مرتين. إجمالي النقاط فواز الريح لمربط الريح المهر رقم 73 هي 90.50%. Total score for cult number 73 فواز الريح owned by الريح stud is 90.50. أخرى مع النتائج ومعنا نتيجة المهر رقم 74 فهد الريح من أب فهد الريان ومن الأم غزالة الفهد للمالك مربط الريح. الهوية العربية والنوع 18 18 18.5 3 مرات
18 18 ونص، الرأس والعنق مرتين 18، ثلاث مرات 18 ونص، 18 18 ونص، جسم خط الظهر 18 17 ونص، خمس مرات 18، قوائم 15 15 ونص، وخمس مرات 15، الحركة لفهد الريح 18 ونص 19 وخمس مرات 18 ونص، يصبح المجموع 88.10. It's a total of 88.10 for فهد الريح owned by الريح استاد فهد الريح by فهد الريان out of مذهلة الفهد. Okay, this is the last call now, leaving the ring. Thank you, judges and ringmaster. Two more results to be announced before the round. أنهى الحكام، نستقبل الآن آخر نتيجتين وبعدها يتم تحديد المراكز من المركز الأول حتى المركز الخامس. This program is authored by the results of call number 75 Shagran Al-Aqid owned by Ibrahim Al-Musafri type 18 18 and a half, 3 times 19 18 and a half, twice head and neck 18 3 times 18 and a half, 19 18 and a half, twice body and top line 18 twice 17 and a half, 18 3 times 17 and a half, legs 15 and a half, 16 15 15 and a half, 15 3 times movement 18 and a half, 18 5 times 19. Total score for Shagran Al-Aqid owned by Ibrahim Al-Safri is 88.18. النتيجة الإجمالية للمهر رقم 75 Shagran Al-Aqid للمالك Ibrahim Al-Safri هي 88.80 نقطة من 100. تبقت لدينا نتيجة واحدة وبعدها نعلن على أول خمس مراكز تتبع بمراسم التتويج. آخر نتائج هذا الشوط للمهر رقم 76 شاهر القصار وهو من الأب وادي الشقب ومن الأم زين كيو اي للمالك القصار مربط القصر. الهوية العربية والنوع 18 18 18 18 18 ونص ومرتين 18، رأس والعنق 18 17 ونص، مرتين 18 مرتين 18 ونص 18، جسم وخط الظهر كل الحكام نفس الدرجة وهي 17 ونص، قوائم 15 15 ونص، 15 14 ونص، 15 ونص مرتين 15، الحركة ثلاث حكام أعطوا 18، ثلاث حكام 18 ونص، حكم الأخير 19، المجموع 87.10% لشاهر القصار. A total of 87.10 for the last call number 76 شاهر القصار
on to Bael Qassar. We'll have now the ranking on the screen. نحن ننتقل إلى المراكز. المهر رقم 70 جسور الخيس المركز الأول. مهر رقم 73 فواز الريح المركز الثاني. مهر رقم 71 رهيف الناصر المركز الثالث. مهر رقم 72 عساف الجزيل المركز الرابع. المهر رقم 69 فهد السريع المركز الخامس. مبروكين جميعا. The winners of class 4A first place colt number 70 جسور الخيسة. Second place number 73 فواز الريح. Third place number 71 رهيف النصار الناصر. Fourth place number 72 عساف الجزيل. Fifth place number 69 فهد الإسرائيل. Let's have our winners of the first class of the day, class 4A, yearly call. نستقبل على أرض الميدان الأمهار الفائزين بأول خمس مراكز ونرحب بملاك هذه الأمهار الوسيمة لانضمام إلى جيادهم لمراسم التتويج. ملاك حياكم على أرض الميدان. يرجى من ملاك الأمهار الفائزة الانضمام إلى جيادهم على أرض الميدان لمراسم التتويج. يتوج الأمهار الفائزة وملاكها السيد ماجد ناصر الكعبي مدير البطولة في المركز الأول جسور الخيسة للمالك غانم مبارك الكواري. ألف مبروك. في المركز الثاني فواز الريح لمربط الريح. ألف مبروك. وفي المركز الثالث رهيف الناصر لمربط الناصر. ألف مبروك. في المركز الرابع الصاف الجزيل للمالك حسين عبد الحميد الأنصاري. ألف مبروك. وفي المركز الخامس فهد الإسريع لمربط الوصايف. ألف مبروك. ألف مبروك للأمهار الفائزة وملاكها. نشكر السيد ماجد ناصر الكعبي مدير البطولة.
سيداتي وسادتي الحضور الكرام المشاهدين الأعزاء، دقائق ونستأنف مع فئة الأمهار عمر سنة 4 بي.